الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. وصلنا إلى السؤال رقم 4. Donnez les différentes étapes de l'encapsulation à l'aide des termes suivants: données, segments, paquets, tram, ثم bit. إذا قال لك سيدي هذا البرانسيب دونكابسولاسيون. إذا نقراو عليه واحد شوية، ولكن تقدر تجاوب بالطريقة تقول بأن لي بيت فين كاينين في الكوش physique. A de les trames sont existées dans la couche liaison de données. A de les paquets IP dans la couche réseau. Voilà. Ou a de les segments. Les segments sont la le couche transport. Tu mets les données dans la couche application. Tu peux dire la tariqa ou tani le waqt. Yani tu peux dire alaqa bin les couches, yani établir une relation entre l'encapsulation et les couches du modèle OSI. ولكن حنا بغينا نفهمو ماشي الكونترول. اذا لونكابسولاسيون كتعريف قال لك سيدي ايت ان بروسيدي، يعني طريقه عمل كونسيست ا انكلور لي دوني دان بروتوكول دون ان اوتر بروتوكول. اذا انا تنتقل بين لي كوش ديال الموديل مثلا OSI ولا تي سي بي اي بي، مجرد انك تضيف بعض المعطيات من انتقال من واحد الكوش لواحد الكوش، وهذوك المعطيات تتنتقل من واحد البروتوكول لواحد البروتوكول، تتسمى لونكابسولاسيون. اذا كيفاش تتم غاديه لا ماشين ايميتريس، يعني اللي تصيفط لنا الميساج. اذا تخيل عندنا هذا الشكل، هذا ها هو. اذا دائما ها كاين هنا ليميتور، فوالا، وكاين هنا الريسبتور، فوالا الايميتور اللي تيصيفط لينا الميساج، والريسبتور اللي تيتوصل بالميساج. اذا هنا تيكون عنده معطيات. اذا محدي انا غادي ومحدي انا تنزيد مثلا هلو، وتخيل بغيت نصيفط واحد الميساج سميتو هلو، هاد هلو هذا تنبقى نزيد عليه دي دوني. انا غادي وتنزيد لي دوني، مثلا غنزيد هنا ها لي دوني ديالي، فوالا. غندوز مثلا للترونسبور، غنزيد كالكو انفورماسيون وغيولي عندنا لي دوني زائد بعض المعطيات. غندوز مثلا الكوش غيزو، غيولي عندي لي دوني ديالي وبعض المعطيات اخرى كالي زادريس اي بي ديال ريسبتور ايميتور. غندوز مثلا لي زون دوني، انا غادي وانا نزيد في لي زانفورماسيون. اذا ديسوندي اي اجوتي كالكو زانفورماسيون او باكي بريسيدون. حتى لهنا مثلا لي زون دوني نزيد لي زادريس ماك ديال ريسبتور والايميتور، حتى تيولي عندي لاحظتي بان هذاك الشيء كامل تيتحول دي بيت في الريسبتور. انا طالع وانا تنسوبريمي، اذا انا تنسوبريمي في لي دوني اللي زدت حتى تنوصل عند لي ميساج. لاحظ احبائي الكرام، عندنا واحد اللعيبات سميتهم ا بي دي يو. شنو هي هذه البي دي يو؟ هي شرحناها في الفيديوهات السابقه. بي دي يو هي بروتوكول داتا يونيت، واحد الطيف ديال المعطيات، بروتوكول داتا يونيت، فوالا. وهذا البروتوكول داتا يونيت دائما تيكون فيه الهيدر، وتيكون فيه واحد السيرفيس داتا يونيت وسطو، فوالا. كل واحد فيه هذه القضيه ديال فوالا. اذا تتولي عندنا في لاكوش ابليكاسيون ا بي دي يو، يعني البي دي يو الخدامه فاش؟ في الكوش ابليكاسيون. البي دي يو الخدامه في الكوش بريزونطاسيون، البي دي يو الخدامه في الكوش سيسيون، البي دي يو الخدامه في الكوش ترونسبور. كذلك هنا انا تنوصلو سيغمون، ها هو اللي قلت قبيله، تقدر تربط سيغمون مع لاكوش ترونسبور، وهنا قلنا باكي تربطها مع الكوش غيزون، فوالا. او ترام او الفرام بالانجليزيه فريم، انجلش ترام بالفرنساوي لي زون دوني، ثم لي بيت. المهم انت سترسل يعني ليميتور، تكون عنده الميساج، تبقاو نزيدوا عليه نزيدوا عليه نزيدوا عليه لي دوني. ملي تنوصلوا عند الريسبتور انت طالع عنده، تقرا خاصك تقرا وتسيبريمي لو اي سيبريمي لي ميساج. اذا كتعاريف احبائي الكرام، انا ما يهمني هنا هو بعض التعاريف. قراو، قال لك الماشين ايميتريس اللي تتصيفط ا شاك كوش في كل طبقه اون انفورماسيون اي اجوتي، بعض المعلومات تنجوتيوها او باكي دو دوني، تنجوتيوها الباكي ديال لي دوني. ايل ساجي دو نون تيت، فوالا، ان انسومبل دانفورماسيون كي غارونتي لا ترانسميسيون. قال لك اسيدي تنزيدو كاع عندنا المعلومات هما لي دوني، وتنزيدو بعض المعلومات واحد لونتيت، فوالا، باش نعرفوا بان فين تنتمي الى بروتوكول. ثم انسومبل دانفورماسيون كي غارونتي لا ترانسميسيون، واش قلنا ديك المره واش وصل الميساج واش لا اكسيتيرا. حكاد هما الوظائف ديال هذيك الكوش، تنصيفط واحد الميساج وتنتاكد انه وصل بعدا، كاين ولا كان شي ايرور نصلحو اكسيتيرا. اذا تنزيد دي
معلومات، هذه المعلومات خاصة بغارونتي لا ترانسميسيون، خاصة بالتأكد من وصول المعلومات و دي زونتيت دي زانفورماسيون إضافيين. فوالا او نيفو دو لا ماشين ريسبتريس، ريسبتريس التي تستقبل لور دو باساج دون شاك كوش، قالك لونتيت ايلو تنقراو هذاك لونتيت بوي سوبريمي تنحيدوه. فوالا انسي ا لا ريسبسيون لو ميساج اي دون سون ايتا اوريجينال، هذاك هلاو اللي صيفط لاخر توصل لنا هنا هلاو عند الاخر، اذا تزيد تزيد نطلع تناقص ناقص حتى توصل المعلومه. اذا هنا كما قلنا لو باكي دو دوني اي ابلي ميساج او نيفو دو لا كوش ابليكاسيون، قالك سيدي في لا كوش ابليكاسيون الباكي ديال لي دوني تسمى ميساج. اذا شنو هو الميساج؟ فوالا هو ان باكي، واحد الباكيات ديال لي دوني، ان باكي دو دوني فركته. Voilà. Et le message est ensuite encapsulé sous forme de segment dans la couche transport. Il est mené sur le transport. Voilà. Tu peux jouer avec les collègues de Google. Tu peux lier bien l'encapsulation. Il est mené avec l'encapsulation. Lier bien le modèle OSI ou les termes. Et là, si vous voulez adna, là, si vous voulez adna segment. Alors, si vous voulez adna segment, ou la couche réseau. Voilà. Si vous voulez adna principe du paquet. هيا فوالا ملي تمشيو ليزون دوني، ليزون دو دوني تولي عندنا البرينسيپ ديال لو ترام. فوالا ملي تمشيو الكوش فيزيك فوالا تولي عندنا البرينسيپ ديال بيت. فوالا اذا هو الجواب، هذا هو الميساج باكي دوني في لاكوش ابليكاسيون. تقول في كوش ترونسبور عندنا هاد لي سيغمون، تقول كوش ريزو عندنا الباكي، تقول ليزيون دوني عندنا الترام، الفيزيك عندنا البيت. والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إذن الحمد لله جاوبنا على هذا السؤال رقم 4. موعدنا مع الفيديو المقبل حيث سنقوم بالإجابة على السؤال رقم 5. وعلى سور لا فيغور سي ديفيزي لو كادر اون كوش اون كوريسبوندونس افيك لو موديل اوزي. يعني قال لك سيدي هنا كتب لينا، قال لك كتب لينا بعدا كاين هاد الست كوش ودرنا مع الموديل تي سي بي اي بي، وعلى اللي فيه اربعه ديال لي كوش. اذا موعدنا مع الفيديو المقبل، اذا اجب على السؤال وانتظر الجواب ان شاء الله، فهو فقط حفظ. وعلى هناك احبائي الكرام حفظ للاسئله. Sur la figure, se diviser le cadre en couches en correspondance avec le modèle OSI. Voilà. Shukran tibaykoum wa ila liqa.